خلال العدوان على قطاع غزة، هدمت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 1000 مسكنا بشكل كلي، و750 بشكل بالغ، و13500 وحدة سكنية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني. بنعاني كثير من الظروف اللي احنا فيها، وسابقا الحروب يعني 2008-2014 والحرب الحالية اللي سيف القدس، يعني احنا كل مرة بكون احنا الضحايا، بنعاني في كل حرب، بنطلع من بيوتنا من شهر قمشي على الأقدام، طيران الحرب بقصف والمدفعية بتقصف، يعني احنا بدنا نعرف احنا ايش سوينا للاحتلال، احنا مدنيين، احنا ايش وجهنا للاحتلال، يعني ضربات او حاجة انه يوجه للمدنيين قصف عشوائي. بعد ان وضعت الحرب اوزارها، اصبحت المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مأوى لنحو 29 ألف فلسطيني بشكل مؤقت، بسبب هدم بيوتهم بالكامل الذي لم يتبقى منها إلا الذكريات. على الساعة 4:30 الفجر تقريبا كبسوا عنا على باب الدار صاروخ F-16 جنب البيت بالضبط، وعنا احنا الحمد لله أخوي الصواب انكسرت رجله والمزعة تقريبا 14 غرزة في رجله، ما صدقنا الانهار يطلع، سحبنا حالنا وقلنا يا الله شردنا، نزلنا نشوف البيت لقينا البيت كله مضمر، أخذنا عيالنا ورحنا على المدرسة وقعدنا في المدرسة، والله الله يفرجيك المدرسة، معنا الحمامات معنا، العيشة معنا، الأكل معنا، النوم معنا. أننا شفنا القذائف بتنزل جنبنا وحوالينا، وجدت قذيفة على البيت تبعنا، السطح عندي زينق وأنا كله هال علي، كان في عندي أطفال عندي جنبي، وبصعوبة أما طلعنا من البيت. لم تقتصر جرائم الحرب على تدمير البيوت فقط، بل طالت البنية التحتية والمؤسسات المدنية والخيرية والصحفية، إضافة لخسائر مادية وبشرية. هنا كان لنا منزل، كلمات تتردد بعد كل حرب على لسان الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني الذي أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي أن يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء. عبد الهادي فرحات، قناة اليمن اليوم، غزة، فلسطين.